الحكايه كلها الطفل الصغير والجبروت بتاع الست الكبيره. فيلم فكرته جديده بالنسبه للسوق المصري. الورق كان لطيف جدا. من خلال اسم الفيلم هل منفهم انه دراما ولا اكشن ولا تشويق؟ الصراع الطبقي ما بيني وما بين مهدي السباعي، والصراع العاطفي اللي ما بيني وما بين ابني، هو مجموعه من الصراعات. الصراع النفسي ما بيني وما بين نفسي. فيلم بيدور في ساعة ونص حوالين ثلاث خطوط متوازية، في خط مطاردة بنلف بيها مصر كلها، خط تاني مطاردة برضو، والخط التالت سباق سيارات وبتاع كده، ده سين صغير يعني. بس تجربة صعبة جدا ان انت بتعمل فيلم ما بين 7-8 عربيات طول الوقت وشوارع طول الوقت ومطاردات. هو في سسبنس يعني، اللي عجبني انا بحب دايما موضوع السسبنس. ليه؟ لانه بيبقى مدي للمشاهد يعني براح ان هو يفكر، ان هو يشغل دماغه. بما انه فيلم تشويقي متشوقين نعرف الشخصيات يلي رح تكون موجوده بالفيلم. بالنسبه للفيلم، هنا فيلم بعمل فيه دور مركب، ان شاء الله باذن الله يعجب الناس. هي ام انانيه، ما احناش عارفين هي بتحب ولا بتكره، هي عايزه تستحوذ، عندها حب الامتلاك ولا هي مستكتره على البنت، بتحب المنظره جدا جدا، بتحب دايما يعني تبان في صورة قدام الناس مش هي دي الحقيقة. يعني أنا حسها إنها لو قعدت لوحدها ممكن تعيط وتلطم لوحدها مثلا أسبوع من غير ما تتعب. يعني كفاية إن احنا نكرر نفسنا، كفاية إن احنا نبقى على طول ما بنقدمش غير نمط واحد. ليه؟ في وسط الحدوتة في قضية وتحقيق وحاجات، ف عمل الضابط اللي بيحقق في القضية كلها. مش قصة الفيلم كانت بس مشوقة، ولكن كواليسه كمان. الكاست اللي موجود انا بحبه جدا، سواء ناهد او الاستاذ وفاء او حتى ابرام، كلهم ناس كويسين، ناس محترمين، والورق كان لطيف جدا. ده غير كمان فكره الدرافتنج والسواقه بالعربيات، دي حاجات انا كان نفسي اجربها يعني، بحبها بس ما جربتهاش قبل كده، فجربتها في الفيلم ده كانت لذيذه جدا. انا اصراري على الفيلم ده من الصيف، من شهر 8 انا مضيته. انا اول ما عرفت ان ناهد السباعي فيه، لان انا بحب ناهد كمان، قلت لا انا هشتغل، لان انا بحب ناهد وبحس ان هي ومحمد مهران اشتغل معايا كمان شاطر. الناس بقى اتبنوا على المجموعه دي، على ناهد السباعي وانا ومهران، وان شاء الله نعمل نكون عملنا حاجه كويسه فيه. في كيمياء بيننا حلوه قوي الحمد لله، وان شاء الله هنكررها تاني قريب باذن الله. فكل العمل يعني يخليك تبقى عندك قابليه ان انت عايز تشتغل. وبعيدا عن فيلم اوتوكروس، حبينا نعرف لو عم بيحضروا لاعمال جديده. يعني دوري فيه شعبي بتحافظ على البيت، ما مش هقدر اقول حاجه اكتر من كده. انا بحب الشعب، بحب الجلابيه جدا، انا بنت الشعب يعني، انا بحب اعيش في الحاله دي، لان هو المجتمع بتاعنا 75% منه بسطاء، فاحنا ننزل لهم. انا بحب انزل اقعد معاهم على الطبليه. عندي السنه دي ضيف شرف كده في الحشاشين مع استاذ كريم عبد العزيز واستاذ بيتر ميمي. طبعا مبسوط جدا ان احنا نشتغل تاني مع بعض، ومبسوط ان انا في عمل ضخم زي ده. بعمل شخصيه اسمها يوسف الخوارزمي، ده شخصيه حقيقيه كانت موجوده. عندي رمضان اللي جاي مسلسل بميت راجل، بطوله سمية الخشاب، باسم سمره، سلوى خطاب، صلاح عبد الله.